السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. المحكمة الاتحادية تحسم الطعون بقانون الانتخابات، ضمانات الأقليات أبرز المواد. كركوك محاذير العودة للمربع الأول واحتجاجات واسعة ضد التمدد وإجراءات التحضر الصادرة من أربيل. حياكم الله مشاهدي الأحبة. ضمانة الأقليات آخر قرارات المحكمة الاتحادية اللي قبلت الطعن بقانون الانتخابات وبسبعة مواد، أبرزها ما يتعلق بحقوق المكون المسيحي اللي اختطف مقعدين من حصته طيلة الدورات السابقة، وكان يفصل لدائرة واحدة أو يفصل لدائرة واحدة في إقليم كردستان. ومع قرار الاتحادية اللي أعاد الأمور لنصابها الحقيقي، ينظر للأمر أنه إنهاء تكريس الإجحاف بحق الكوتة المسيحية ووتد آخر يثبت القضاء العراقي في حماية حقوق المكونات ومنع تكرار الظلم واختطاف الحقوق. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، فإن كركوك مدينة التنوع العراقي إلى واجهة الاضطرابات الساخنة تعود مرة أخرى بعد محاولات العودة اللي تنتهجها أربيل، واللي تشكل محاذير من وصول الحال لما لا يحمد عقباه وانفجار الأوضاع نتيجة صراع النفوذ. فالديمقراطي يتحذر والمكونات تحذر، وأمام هذه المعطيات التي تؤشر لتجاوز الخطوط الحمر تكمن أبرز التكهنات في تأثير هذه المستجدات على استحقاق المحلية المتعطل في المحافظة منذ عام 2005. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيوفي الأكارم في الاستوديو، الدكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري، أهلا بك دكتور، والأستاذ عمر الناصر السياسي المستقل، حياكم الله أستاذ عمر، وعبر سكايب السيد جوزيف سليوة النائب السابق ينضم معنا من أربيل، حياك الله سيد سليوة. سيد سليوة، نتحدث عن انعكاسات مقررات الاتحادية اللي أعادت هيكلة قانون الانتخابات على السباق الانتخابي، يعني حسب متابعة حضرتك شنو شروط المرشح؟ من له صلاحية تحديد موعد الانتخابات؟ تحياتي الطيبة لكم سيد الكريم ولجميع المتابعين وللضيوف الأكارم. حياك الله. في الحقيقة القرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أنا بتقدير المتواضع فيها جنبه سياسيه اكثر مما تكون جنبه قانونيه ودستوريه. يعني راح اعطيك مثال للحسن. تم تعديل قانون او فقره ما يخص مقاعد الكوتا المسيحيه اللي قسموها باتفاق سياسي كردي احد الاطراف الكرديه واحد الاطراف المسيحيه وبالتأييد من احد اطراف الشيعيه. على اي حال تم تقاسمها او تقسيمها الى دائرتين، دائره على الاقليم المحافظات، الاقليم على الاقليم ومقاييس المحافظات على الحكومه الاتحاديه. ولكن اليوم تم اعاده هذا الوضع الطبيعي، اي الجعل من كل المقاعد دائره واحده. هذا جزئيا ينصب في خانه مصلحه المسيحيين جزئيا، ولكن نعم. خلي يكون واضح معاكم، هذا مو على سواد عيون المسيحيين حقيقه. لو كان على سواد عيون المسيحيين ولو كانوا يريدون ان فعلا يراعون وضع المسيحيين في العراق بعد كل هذا ما تعرضوا لهم من مظالم،
كان يفترض ان يكملون الموضوع، اي يجعلوا من تصويت المسيحيين يحسب بالمسيحيين فقط، ولكن ليش تم اعاده هذا الموضوع الى الاصل؟ اي كل هذه الدورات الانتخابيه كان المقاعد الكوتا دائره واحده، ليش؟ لانه صار خلاف سياسي، لانه يريدون يضربون جهه معينه ضد جهه معينه. فهذه هذه كلها هذه يعني تخلي تشكك المواطن بقرارات المحكمه الاتحاديه، وهذا شيء ايجابي تقديري. ما دام ان هذا التشكيك استاذ صليه، واذا تسمح لي النقاط اللي اثرتها خلي ناقشها مع ضيوفنا الكرام، التشكيك في قرار المحكمه الاتحاديه، حياك الله مجددا دكتور وائل بياتي، حكمت يوم امس بعدم دستوريه 7 مواد من قانون الانتخابات، شلون نشوف شكل التغيير اللي راح يطرا بعد مقررات الاتحاديه؟ في البدء احييك واحيي مشاهدي القناه الكرام والضيفين الكريمين، حياكم الله. دعوى القرار اللي أصدرته المحكمة الاتحادية بناء على 9 دعاوي رفعت بالطعن بالعديد مجمل أحكام قانون الانتخابات، طعن في موادها بعدم دستوريتها، نتج عنه قرار يوم أمس الذي صدر بيان من سلطة المحكمة بينت فيه المواد التي حكمت بعدم دستوريتها. المحكمة في هذا القرار انتهجت تكاد تكون لأول مرة نهجا نعتبره أنها أخذت بما نسميه الدور الإيجابي، أي أنها أحلت الإرادة القضائية في بعض القرارات محل الإرادة التي يفترض أنها تمتنع عنها. دائما ما نوصف المحاكم الاتحادية بأنها مشرع سلبي، لكن المحكمة الاتحادية في قرار يوم أمس ذهبت إلى تحديد مواد غير دستورية واستبدلتها بمواد القانون السابق التي سقطت عن التصويت عند إتمام تعديلها، ومن بينها ما يتعلق بكوت الأقلية. ذهبت إلى أن أحكام المادة 9 بفقرات متعددة الخاصة بتقسيم كوت المسيحيين إلى دائرتين انتخابية، ثم كوت الصابئ المندائين دائرة واحدة على مستوى العراق، ثم باقي الأقليات على اعتبارها دوائر محددة في المحافظات التي يكونون يتواجدون فيها على الأعم الأغلب كالشبك والأيزيديين والكرد الفيليين. ذهبت إلى عدم دستورية هذه المواد، ثم ذهبت إلى رفع كلمة الصابئ المندائين باعتبار أن النص الوارد في الفقرة الدال خاصة بكوت الصابئ المندائين عدم الدستورية فقط هذه الفقرة، وبالتالي أصبحت هذه المادة هي التي تحكم كل الأقليات، أي أصبح كل الأقليات مشمولين بحالة واحدة أن العراق دائرة واحدة وأنه الترشيح فردي. هذا كان ممكن أن يكون في مصلحة الأقليات لو كان هناك سجلا انتخابيا خاصا بالأقليات، وهو ما نطالب به مجلس النواب، خصوصا وأن المادة أو الفقرة الخاصة بالمادة 9 التي طعن بعدم دستورية تتعلق بانتخابات مجلس النواب، وهناك فسحة طويلة الأمد لحين انتهاء الدورة النيابية الحالية، وبالتالي إمكانية تعديل هذه المادة بأن يتم إضافة سجل ناخبين للمسيحيين وباقي الأقليات يتم تصويت مرشحيهم على أساس أي أن أبناء الطائفة أو أبناء الدين أو القومية هو من يقوم بالتصويت للأقلية، باعتبار أن الغرض من الكوتا هو تحفيز المشاركة السياسية لهذه الأقليات. بالقرار الذي صدر بعدم الدستورية بهذا الشكل قد يسبب إشكالية أنه بعض الأفراد أو بعض الناخبين من غير قوميات أو من غير الأديان سيدفعون بشكل سياسي إلى صعود بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين. أستاذ عمر، وجدت الترحاب بحضرتك، وعندما يتحدث الدكتور البياتي عن مبررات الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية والإشكالات اللي راح تولدها، ومن جهة أخرى يوصف السيد جوزيف صليوة بأنه استهداف المكون المسيحي، إن أنا أخذها من بؤرة أخرى، هذه التعديلات راح تأثر على مواعيد الانتخابات المثبتة لو تختصر كونها إجراءات تنظيمية فحسب. شكرا جزيلا لجنابك الكريم أستاذ أحمد وللضيوف الأكارم ولجمهور قناة الأيام المحترمين، حياكم. يعني بلا شك مثل هذا الموضوع الذي ذكرته بخصوص الأقليات هو مهم جدا، ينبغي التطرق له وينبغي الذهاب إلى بعض النقاط المهمة التي تمس هذا الملف بالذات. بما يتعلق بموضوع الانتخابات، فأنا يعني أؤكد لك بأن الانتخابات سوف تجرى في موعدها المقرر، ولن يكون هنالك اي تاجيل لها، لان الكتل السياسيه
لحد هذه اللحظة هي عازمة للذهاب لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، ولن يكون هنالك أي تغيير لها إلا في حال الدخول الفاعل الطارئ الذي ربما سوف يغير من المشهد السياسي، على اعتبار بأن العراق اليوم هو أو العملية السياسية هي تقف على أرض رملية. أما بموضوع يعني المكونات أو الأقليات، المحكمة الاتحادية ذهبت بقرارات سابقة وهي كانت قرارات جريئة وصارمة، وبات منها قانون عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، نعم. وبالإضافة إلى عدم دستورية تمثيل المكونات في الأخير. بما يتعلق بموضوع الأقليات بالتحديد، أعتقد بأن هنالك بقانون سانت ليغو هو لم يكن منصف لهؤلاء الأقليات، وبنفس الوقت أعتقد بأنه الأقليات أصلا هم ذابوا داخل، أما القوى المدنية التي هي لم لحد هذه اللحظة لم يكن لها تأثير كبير داخل المشهد السياسي، على اعتبار بأن جمهورهم هم من الجمهور المحتكر ومن المستقلين ومن النخب ومن المدنيين ومن المقاطعين عن للانتخابات ومن المعارضين للعملية السياسية ومن العازفين عن الإيمان بالذهاب لمثل هكذا عملية. إذا أردنا النظر بموضوعية لما للتحركات الأخيرة أو للقرارات الأخيرة، أعتقد بأنها هي ينبغي مراجعتها بشكل دقيق، ودخول الأقليات على خط الأزمة هو سوف يعرقل يعني إقحام مشاكل الكتل السياسية بخصوص الأقليات أو عدم إعطائهم التمثيل المنصف، سوف يكون هنالك عقد إضافية ربما سوف تؤزم من الوضع الانتخابي. ولكن كل شيء في لحد هذه اللحظة هو لم يبت بشكل تام، وأنا أعتقد بأن هنالك حوارات جديدة ربما سوف تذهب إليها الكتل السياسية قبيل إجراء الانتخابات. نعتمد على هذه الحوارات سيد جوزيف، أم ستكون هذه القرارات حاسمة وحاكمة لما تكون دائرة واحدة فقط وليس دائرتين للمكون المسيحي؟ هذه الصيغة هل فيها إيجابيات وما هي السلبيات اللي تحتويها؟ لا، هو أن يكون العراق دائرة واحدة لكل من المندائيين والمسيحيين واليزيديين هي شيء جيد. نعم. المحاسن هي أنه اليزيدي اللي عنده شغل في بصرة أو عايش في بصرة، قد يكون يعني حالة نادرة مثلا، يقدر يختار ممثلة بمحضرات. وكذلك المسيحيين المنتشرين في طول العراق وعرضه يقدر يختار ممثلة اللي يكون قد يكون مرشح عن مدينة أربيل مثلا. هذا شيء إيجابي. طيب. مو إيجابي. ولكن السؤال المهم هو كل هذه الدورات السابقة اللي هي راح تصير سادس عملية انتخابية المقبلة، كلها كانت على هذه الشكل. شنو اللي تغير؟ ليش تم تقسيمها بهذه الشكل؟ انه المحافظات دهوك واربيل تكون على الاقليم، وثلاث محافظات اخرى كركوك ونينوى وبغداد تكون على المحكمه على الحكومه الاتحاديه. شنو السبب؟ ما هي العقليه اللي 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 قسمت هذا الموضوع؟ لازم نقعد هذا الجزء، هذا اولا. ثانيا، مثل ما يعني أشرت في البداية، ليش المقاعد الكوتة اللي لها خصوصيتها يعني تخص بهذه المكونات، ليش تكون مفتوحة لكل الأطراف السياسية الأخرى اللي تسمي نفسها أكثرية وتضخ أصوات بحيث هي تصعد أو تفرض ممثلين علينا؟ بالنهاية هم غير ممثلين عنا بجوهر. إذا المسألة يعني أنت من تخليها جزئية بهذه الطريقة، تخلي جزئية معينة وتبقي الجزئية الأخرى، هذا دليل واضح على أنه هذا خلاف سياسي بين طرفين معينين في العملية السياسية برمتها. وهذا هذه العقلية الإدارة بهذه الطريقة هي كنتيجة نهائية، محصلة نهائية هي نتيجة سلبية، نتيجة إيجابية. ليش؟ لأنه إذا أنت تريد تخدم
أو القانون، ما هو القانون؟ ماهية القانون؟ ماهية القانون هي أنه أنت تخدم واقع شعبك، تخدم واقع المواطن. نعم. وضعية المسيحية تتطلب أنه يكون الأعراف دائرة واحدة ويكون سجل خاص بهم. فليش أنت جيت صححت هذا الخطأ اللي صار أنه قسم المحافظات، وليش ما صححت لي هذه الجزئية الأهم اللي هي أنه هاي المقاعد تكون مفتوحة؟ هنا الإشكالية تكون. إذا المسألة لازم تنحل بهذه الطريقة. طيب. ما تؤخذ بجزئياتها. أها. السلبيات والإيجابيات دكتور وائل يتحدث بها السيد جوزيف أصليوة، لو أخذناها من نظرة قانونية وفي خانة الإنصاف، يعني أغلب الانتخابات السابقة لم تأخذ المكونات حقوقها، قرار القضاء الأخير بحق المكونات هل هو بضمن هذه الإيجابية اللي حدثها السيد أصليوة بأنها تسمح للمكون المسيحي وباقي المكونات الانتخاب في أي مكان؟ طبيعة الحال القرار المحكمة بأن أعطى لكل الأقليات الحق بأن تكون العراق بالنسبة لهم دائرة واحدة، هذا منصف بشكل كبير، مثل ما بين السيد النائب أنه سيحصل المرشح في هذه الحالة على أصوات من كل مناطق العراق. نعم. إن كان له مقبولية. الإشكالية في هذا الجانب لها شقين، وهي الجانب السلبي للأسف. الشق الأول أنه اشترط أو أبقى القانون وفقا لقرار المحكمة وما ذهب إليه مجلس النواب أن الترشيح فردي بالنسبة للأقليات، وبالتالي حصل نوع من أنواع التمييز بينهم وبين المرشحين الباقين، أي أن باقي المرشحين اللي يرشحون على المقاعد الوطنية لهم حق أن يرشحون ضمن قائمة، ونحن نعلم أن القائمة تملك حق الضعف، وبالتالي إمكانية جمع الأصوات ستكون أكثر بحدود الضعف مقارنة بالمرشح الفردي، بينما مرشحي الكوتا ينبغي أن يرشحون بصفة فردية. المسألة الثانية والإشكالية الثانية هي ما يتعلق بعدم وجود سجل كما بيّن. دول محيطة اللي تذهب إلى إعطاء الأقليات نوع من أنواع التمثيل تذهب أيضا إلى وجود سجل خاص بهذه الأقليات، أي أن ناخبيهم يسجلون بسجلات خاصة خارج نطاق السجل الوطني، وبالتالي تكون الأصوات محددة، من يرغب بالتصويت إلى الأقليات يوجد اسمه في السجل ويحذف اسمه من السجل الوطني، وبالتالي هذا يضمن أن المكون أو الدين أو الطائفة التي تمثل أقلية أصوات ستذهب إلى مرشحيها بهذا السياق، لا أن تأتي أصوات على أساس سياسي وبالتالي ينحاز جهة على حساب أخرى، وهذا يؤدي إلى أنه، وإحنا دائما للأسف هاي أقول أنه إحنا أعطينا الأقليات مقاعد باليمين ثم نرجع ونأخذها في اليسار، على اعتبار أن هناك تصويتات حزبية ستذهب إلى مرشحين معينين على أساس الاتفاق، وبالتالي سيحصل نوع من أنواع عدم التمثيل لهذه الأقليات داخل المجالس. وكما بينت قبل قليل، بما أن المادة التي حكم بعدم دستوريتها لا تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، على اعتبار أن كوتا مجالس المحافظات بالنسبة للأقليات لم يشملها عدم الدستورية، وإنما ما حكم بعدم دستوريته يتعلق بمجلس النواب، إذن نحن نحتاج الآن إلى تدخل تشريعي يذهب إلى إقرار سجل خاص بالناخبين. أما ما يتعلق بإيجابيات الأخرى المتعلقة بالقرار فإنها إيجابيات كثيرة، خاصة ما يتعلق باستبعاد المرشح الذي سبق وأن حكم بجريمة فساد مالي وإداري، وحسنا فعلت المحكمة بأن أعادت النص السابق الذي يحرم كل من ارتكب مثل هذه الجرائم من أن يكون مرشحا أو مكلفا بخدمة عامة، على اعتبار أن النص الذي حكم بعدم دستوريته كان يستثني بعض مواد الفساد المالي والإداري من أن تكون مانعة من الترشيح، وحسنا فعلت المحكمة بأن اعتبرت كل جرائم الفساد المالي وكل من سوى لنفسه الاستيلاء عن المال العام بأي طريقة من الطرق غير مخول لأن يكون ممثلا عن الشعب. أستاذ عمر، يعني بشكل ضمني يجيب الدكتور البياتي عن بعض الإشكالات اللي طرحتها حضرتك من ذوبان بعض المكونات حزبيا مقاطعين الانتخابات وغير مهتمين وإلى آخره بأن يكون هنالك سجل خاص لهذه المكونات ويحذف اسمه من السجل الوطني، شلون راح تغير أحكام الاتحادية مقاعد المكونات في الانتخابات؟ يعني هو هنالك جزئيه مهمه لم يلتفت اليها ربما بعض المعنيين او المختصين، وهي غياب التعداد العام للسكان. نعم. لو كان هنالك يعني ستاتستيك حقيقي، احصائيه حقيقيه لعدد السكان ولل يعني للقوميات وللنسب وللاقليات والى اخره، لكان قد قفزنا قفزات نوعيه باتجاه
أن تكون هنا أن يكون هنالك تمثيل دقيق وحقيقي لداخل مجلس النواب ولمجالس المحافظات، وليس الذهاب إلى اجتهادا بأن المكون المسيحي يأخذ الكوتا وكأن بقية المكونات هي متفضلة على المكون المسيحي أو على المكون الأيزيدي أو بقية المكونات الأخرى. العنوان العام ينبغي أن يكون هو عنوان المواطنة، ولذلك تجد بأن هذه المرحلة تحديدا نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك عملية توأمة وموائمة ما بين الكتل السياسية وخصوصا تلك التي هي قابضة على السلطة وما بين بقية المكونات الأخرى التي ينبغي الذهاب من خلالها إلى توأمة حقيقية وانصهار داخل النظام السياسي، حتى يشعر أبناء المكونات الأخرى هم بالفعل يتعاملوا يتم التعامل معهم على أساس المواطنة وكمعيار أساسي للتعامل بين الأفراد. أنا أعتقد لا زالت الفرصة هي مواتية، وجميع الكتل السياسية هي اليوم في حراك وصراع سياسي مستمر، لكن يبقى المعيار هو من هي الجهة التي سوف يكون لها الصاعق الجديد الذي يدخل للعملية السياسية ويكسب الجماهير، وخصوصا إذا كانت المكونات هي اليوم تبحث عن من يمثلها داخل الكابينة الحكومية أو حتى بداخل مجلس النواب أو حتى في مجالس المحافظات. طيب أستاذ جوزيف، يعني أكو بعد إجراءات تشوفوها ضرورية حتى يأخذ المكون المسيحي حقه، منعا لمصادرة الحق مثل ما أشار الضيوف أنه تدقيق سجل الانتخاب الخاص بكوتا المسيحيين أو خيارات للمواطنين بأن ينضموا لهذا السجل ويحذفوا من السجل الوطني؟ يعني شوف، أولا للأسف أنا لا أشوف الضيوف ولا أصواتهم قريبة علينا. نتمنى شرفنا لبغداد بالاستوديو، بس لظروف حضرتك يعني أخذنا عبر سكايب، وكذلك يعني حضرتك ما شديت الهيدفون حتى تسمعنا بصورة صحيحة. على أي حال، نعم. يعني الحديث كله هذا ماذا أسمعه مع جل احترامي وتقديري. على أي حال، شوف إحنا أدرى بواقع. نعم. إحنا سياسي هذا المكون. نعم. حالنا كحال بقية المكونات الأخرى، هم كل واحد أدرى بحاله. إحنا نقول ماكو أي فائدة إنه إذا بقت بدون يكون هناك تصويت خاص من المسيحيين للمسيحيين يبقى الوضع على ما عليه. نعم. يجيني واحد هو أداة بيد السلطة الشيعية، وبالتالي هو ياخذ باسمي، ياخذ حوافز وياخذ مناصب وياخذ فلوس ولكن هو ينفذ اجندات هذا الطرف الشيعي. هذا الطرف الشيعي قد يكون يريد انه انا اكون تحت مظلته، وكذلك الكردي وهكذا. اما اذا يكون التصويت من المسيحيين ذاك الوقت تفضل، هذه المساحه مفتوحه، كل واحد خلي يثبت بانه من الاكثر من الاحق بان يوصل لهذا الموقف، ومن ثم لاحقا تكون مراحل اخرى ومحاسبات اخرى. اما اذا واحد يجي يقول لي انه والله هذه ديمقراطيه، انا عندي جواب. طيب ليش هي يعني هاي شلون ديمقراطيه انه انت تفرض علي رئيس الجمهوريه يكون من مكون معين، ورئيس البرلمان من مكون معين، ورئيس الوزراء من مكون معين؟ فهذا ما موجود، هذا يخالف الديمقراطيه الحقيقيه. انت تريد تستخدم الديمقراطيه اللي هي بصالحك وتستخدم الديمقراطيه اللي هي ضدي؟ هذا مو معقول هذا. فاذا المساله غير قابله للنقاش، والمساله غير قابله للاخذ والعطاء، احنا اجدنا الحلول. الحل يكمن في هذا الموضوع، يكون فقط حصرا حاله حال التصويت المسيحيين، خلينا حال التصويت الخاص، يحدد يوم عام يعني خاص، وهم هذه يتوجهون للاقتراحات ضد هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلام ذلك لا تقول تشوف في مبررات معينه تحاول ان تقنعني، هذا تقنع نفسك فقط، ماذا تقنعني؟ اللي ما اقتنع بهذا الموضوع. اذا المعيار الاساسي هو هل هذه القوانين وتشريع القوانين هي فعلا من اجل خدمه المواطن، ام هي من اجل خدمه بعض الاجندات السياسيه باسم التشريع وباسم الديمقراطيه وباسم التعدديه؟ وهذا الوجه. هذا طيب. سؤال المعيار. طيب انت تعال خلي اعكس سؤال حضرتك. انت
نعم. من ناحية قانونية أعكس سؤال حضرتك باعتباره سؤال مهم مثل ما تفضل. دكتور وائل، من كان المستفيد من الشكل القديم لطريقة اختراع المكون المسيحي، ما دام أن السيد صليوة يقول بأن بعض الشخصيات هم لم يمثلوا المكون رغم انتمائهم للمكون؟ واقعا طيلة انتخابات بعض الأحيان، انتخابات خصوصا السنوات الأخيرة، أصبح هناك تركيز على بعض مقاعد الكوت من خلال أنه دفع سياسي لجهات سياسية معينة للحصول على هذه المقاعد من خلال تحفيز جمهورها للانتخاب إلى مرشحين معينين بناء على اتفاق سياسي. بعض الأحيان يكون اتفاق جانبي، يعني بين أحد المرشحين وهذه الأحزاب. بعض الأحيان لا، يكون انتخاب على أساس حزبي شبه ائتلاف لكن غير معلن، وبالتالي الأحزاب الكبيرة الموجودة في العراق تدفع بجزء من ناخبيها وجمهورها للتصويت. لذلك شاهدنا وفقا لدراسة أعددتها سابقا أن هناك أصوات ذهبت إلى المسيحيين في الانتخابات الأخيرة هي من مناطق لا يوجد للمكون المسيحي فيها، أي لا وجود لسكنة. يعني هذه حسنة تعتبر للمكون؟ هذه لا تعتبر حسنة مكون. لماذا؟ لأن المكون يعتقد أنه أخذت هذه الأصوات أو هذه المقاعد بدل أن تكون ممثلة له أصبحت ممثلة لجهات سياسية أخرى، وبالتالي هذا يؤدي إلى نوع من أنواع الشقاق أو نوع من أنواع انكفاء هذه الأقليات وانحسارها عن المشاركة السياسية. أنا من وجهة نظري لو أردنا الحل ينبغي أن نذهب إلى الأخذ بالنظام المختلط. النظام المختلط يعطي للمواطن صوتين، صوت على أساس دائرة كبيرة وصوت على أساس دوائر صغيرة على حدود المحافظة، وبالتالي المواطن سيشعر أن له إمكانية في الاختيار. مرة يختار على أساس مرشحين فرديين يمثلون العراق ككل، وبالتالي يجد أن صوته له أثر في فوز بعضهم. مسألة ثانية، يكون له اختيار على أساس المحافظة على أساس حزبي. كذلك حال الكوتة، مرة يصوت لمرشح الكوتة، طيب، ومرة أخرى يصوت لمرشح على أساس محافظة. نعم، هذا راح يدفع وطرح سليم. لكن فيما يخص هذه الجزئية اللي أثارها السيد صليوة أستاذ عمر، يعني ما تشوف حضرتك بأنه المكونات المسيحية والأيزيدية يكون لهم من ناحية تنفيذية حتى في البرلمان أو في المناصب الحكومية والوزارات يكون لهم أثر كبير في خدمة المكون وإن انتموا إلى جهات سياسية أخرى كبيرة وقوائم وائتلافات متنفذة؟ يعني دعنا نسلط الضوء على جزئية مهمة بالمصلحة كل الكتل السياسية الكبيرة، هي أن يعني تكون الحضن الدافئ للأقليات. هذه مبررات، وهذه هي نقطة لا يختلف عليها أحد. أحسنتم، ولكن العكس، مصلحة المكون أو الكتل المكونات الأقليات، اسمها نسميها أقليات ولكن المكونات العراقية، مصلحتهم أين تتحقق؟ في الانفراد أم الائتلاف مع القوائم الكبيرة والائتلافات الكبيرة؟ يعني حسب قانون الانتخابات سانت ليغو 1.7 أرى بأن أنهم اليوم ذهبوا سوف يكونوا مجبرين حتى الأقليات أو المكونات أو والمستقلين، والدليل على ذلك بأن اليوم المستقلين اليوم ذهبوا بكل اتجاه من أجل أن يكون لهم واجهة حقيقية أو تحالف انتخابي كبير يدخلوا به إلى العملية السياسية أو الانتخابات في المرحلة المقبلة. كذلك الحال بالنسبة للمكونات الأخرى، الأيزيديين والصابعة والمسيحيين. أنا أقول لا بأس بأن تكون هنالك جهة يعني كبيرة راعية لهم، لكن على أن لا يكون مثل هذه الورقة تستخدم استخدام سيء، ولسبب بسيط. إذا رجعنا إلى الوراء لعام 2005 و2006 نرى بأن من أكثر المكونات التي هي قد تعرضت للضرر من الأقليات هم المسيحيين، وذهبوا باتجاه أقليم كردستان، وكانت الجهة التي المستفيدة من هذا الموضوع هي الأحزاب الكردية. نعم. إذن اليوم علينا النظر بعين الموضوعية ونرى هل تعلمت الكتل السياسية أو المكونات أو الأقليات من درس المحاصصة الطائفية التي ذهبت بها النظام السياسي ووصلنا إلى هذه النتيجة. أنا باعتقادي بأنهم اليوم إذا دخلوا بكتلة واحدة قوية بدون أن يكون لهم انفراد ويكون لهم صوت مؤثر داخل المطبخ السياسي، ربما سوف يغير شيء من المعادلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الناصر السياسي المستقل، والسيد جوزيف صليوة النائب السابق حدثنا عبر سكايب من أربيل، ودكتور وائل بياتي أستاذ القانون الدستوري ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
كركوك محاذير العودة للمربع الأول واحتجاجات واسعة ضد التمدد وإجراءات التحضر الصادرة من أربيل. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، ارحب بضيفي الكريم الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر ضيفا كريما في الاستوديو. دكتور سلام، عودة الحزب الديمقراطي لمقر العمليات المشترك من اصل 33 مقر، هو عودة لممارسة نشاط سياسي له تمهيد لعودة عسكرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم. مساء الله. يعني بكل تأكيد المرحلة الراهنة لا تتطلب المزيد من الاحتقان أو الذهاب بقرار قد يأزم المواقف السياسية بالعراق. دائما ما نكرر أن وضع كركوك أشبه بالقنبلة الموقوتة، أي قرار يتخذ بدون أن يكون هناك مراعاة لطبيعة المكونات داخل محافظة كركوك ممكن أن يلقي بظلاله على استقرار المحافظة، وبالتالي سيؤثر بشكل كبير حتى على مستوى استقرار البلد بصورة عامة. اختيار التوقيت بصراحة أيضا هذا أمر يعني قد يثير الدهشة والاستغراب، أن أنت مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وتختار توقيت قبل إجراء هذه الانتخابات بإعادة فتح المقرات وعددهن 33 مقر، عدد كبير جدا. هذا يوحي ويدل إلى أن هناك معادلة يراد لها أن يعني تفرض واقعها في كركوك. مع جل احترامي للحزب الديمقراطي الكردستاني والإقليم كردستان، ولكن بصراحة كركوك لا تدار من قبل حزب واحد أو جهة معينة أو مكون واحد. اسمح لنا أن نفكك هذه المعادلة اللي تفضل بها حضرتك. بإدارة كركوك، وينضم معنا عبر سكايب السيد عزام الحمداني المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك. حياك الله سيد عزام. من كركوك مقر عمليات مشتركة، ماذا يعني لأبناء كركوك؟ طيب، لا تفكر كريم، وأيضا فكر موصول من قناة الكريمة. حياكم الله. لا شك منذ عام 2003 لوحه الامن والفوضى القانون، القوى الكردستانيه والاداره الكرديه السابقه لم تكن قادره على رسم علاقه طيبه وجيده مع المكون العربي، لم تكن علاقه قائمه على اساس المواطنه والشراكه والروح الواحد المدينه، بل كانت علاقه قائمه على اساس سيئه كما في التخطط والاحتقار والاحتيال والتهميش والاقصاء في القرى العربيه. بالتالي كان هذا المقر المتقدم هو البيئه الامنه لكل الممارسات غير الانسانيه التي اتجهت بشكل سلبي نحو المكون العربي. بالتالي هذا المقر اليوم يمثل صورتين، الصوره الاولى عندما كان وكر لكل اعمال الارهاب والاعتقال والاقصاء والخطف، واليوم بعد عمليه فرض القانون عام 2017 اصبح هذا المقر استسلم لامر الواقع واستسلم للجيش العراقي، واليوم اصبح يمثل عمليه فرض القانون ويمثل الكرامه العراقيه. في هذا المقر كان يرفع فيه علم كردستان، اليوم يرفع فيه علم عراقي، ولهذا بالتالي نحن نجمع بان هذا المقر اصبح عراقي بالفعل بعد ما كان كردستاني بالفعل. انهم امام معركه كبيره وحاسمه، لان تسليم هذا المقر معناته الخضوع للقوى الكردستانيه والخضوع لقرارات اساسي في ادخال قوات الكورده وارجاع اقارب الساعه اللي كانت عليه، وايضا جعل تفوق كردستانيه بالفعل نعول على الدول العراقيه بشكل كبير بان تستجيب لهذا الراي العام في كركوك وان تكون قادره على تحقيق هذا التوازن الاجتماعي حتى نكون قادرين على بناء مدينه كامله متزنه في الاحتياطات التجاريه والاقتصاديه وبعيده عن كل المئات الحزبيه التي نعتقد ونجزم بانها مارسناها فيما سبق وكان نتيجتها القتل والخطف والتهميش والاقصاء والاحتلال. طيب،
دكتور سلام، يعني هنا نتحدث عن قبل هذه الأحداث، إذا ما رجعنا شوية بالذاكرة، كل المساعي كانت تحاول تهدئة الأوضاع في كركوك، بغية توفير بيئة انتخابية مناسبة لإجراء استحقاق المحلية. دكتور سلام، هنا قبل هذه المعطيات الجديدة في كركوك والساخنة انتخابيا ومشاكل السجل الانتخابي وغيرها، بعد الأحداث شلون راح تصير؟ نعم، الوضع صعب جدا. تعرف أنت بعد عملية فرض القانون لمحافظة كركوك، يعني في حينها يعني كانت خطوة الدكتور العبادي في استخدام الآليات القانونية وتحقيق العدالة في هذه المحافظة، شهدت استقرار، بصراحة استقرار كبير، وأيضا كان هناك عدالة في تمثيل جميع المكونات بالمحافظة، ولم يكن هناك أحدا مقصى من هذه المحافظة، وبالتالي كان هناك استقرار نتأمل منه، من هذا الاستقرار أن يدعم بخطوات أخرى وصولا إلى الحالة المثلى لإجراء انتخابات حرة نزيهة عادلة تحقق العدالة وتحقق التعايش السلمي في هذه المحافظة. ولكن للأسف يعني بقت المحافظة أسيرة الصراعات السياسية وإصرار الأخوة في المكون الكردستاني على أن يكون وجودهم داخل أو تمثيلهم داخل هذه المحافظة هو من أجل الاستقواء ومن أجل التمثيل الأوحد، وهذا خطأ كبير، لأن هناك مكونات كبيرة وهناك مكونات مؤثرة وهناك يعني جهات يعني لها ثقلها الكبير داخل المحافظة. فمن غير الممكن أنه أنت تريد تهيمن على مركز القرار أو تدخل معادلة كركوك في صراع المادة 140 من أجل اتفاقات سياسية جرت سابقا، هذا غير صحيح وغير ممكن. ندعو كل القوى السياسية إلى الامتثال إلى لغة العقل والمنطق والحكمة، وأن يكون هناك على الأقل مفاوضات من أجل عبور هذه المرحلة اللي تفضلت بها، لأنها مرحلة انتخابات ومرحلة حساسة. ممكن أنه بعد إجراء الانتخابات في أجواء مثالية ممكن أن يكون هناك تفاهمات مع من قبل الحكومة الاتحادية مع جميع الشركاء في داخل المحافظة لاستمرار التعايش السلمي في هذه المحافظة. ومن غير الممكن أنه تقصي أي جهة مهما كانت يعني حجمها أو تمثيلها في المحافظة من هذه المعادلة، لأن عواقبها وخيمة بصراحة، ليس فقط على محافظة كركوك. أنت اليوم عندما يعني تزعزع الاستقرار في المحافظة، هذا راح ينعكس حتى على المحافظات الأخرى القريبة والبعيدة وحتى على أقليم كردستان. لذلك بصراحة أنا أعتقد أن المرحلة راهنة وحساسة وصعبة جدا، تحتاج حكمة وتكاتف الجميع، وتحتاج أن يكون للحكومة الاتحادية الدور الأكبر في إعادة الاستقرار، وأن تبتعد الحكومة عن أي مجاملة في هذا الأمر. بصراحة الحكومة محرجة من اتفاقيات سياسية جرت في الورقة السياسية قبل تشكيل الحكومة في تحالف إدارة الدولة، ولكن الأمر المثير للدهشة أنه أين كانت هذه القرارات وتستخدم قبل الانتخابات لمجالس المحافظات. هذا هنا بصراحة يدل على أن هناك مخطط أو يعني أمر ما يعني مرتب له في زعزعة الأمن في هذه المحافظة والاستقرار. ونتمنى أن لا تكون هناك شرارة أو مواجهة ممكن أن تندلع منها نار صعب جدا المخطط أن تخمد. والشرارة اللي تفضل بها دكتور سلام، أستاذ عزام، كانت أكو مظاهرات رافضة لعودة التمدد الكردي في مناطق كركوك، ممكن تتحول لاعتصام أو شرارة مثل ما تفضل بها الدكتور الزبيدي إذا ما ارتفع مؤشر تجاوز الخطوط الحمر؟ يعني لا شك كلما كان هناك مرونة في تنفيذ المطالب كلما كان هناك أكثر استجابة لتلك القرارات على اعتبار أن الاعتصام الجماهيري كلما يواجه بالقسوة ويواجه بعدم استجابة كلما يزداد شدة ويزداد إصرار. نعتقد ونجزم بأن هذا المقر يجب أن لا يكون محط خلاف ولا أن يكون محط إثارة للفتنة ولا أن يكون محط تهديد للسلم المجتمعي على الدولة العراقية، أن لا تجعل من إشغال هذا المقر من قبل القوة والحزبات الإسلامية
امر واقع على اعتبار ان لغه الشارع هي اكبر بكثير في اغلب الاحيان من لغه الدوله. خروج هذه الجماهير وبشكل عفوي قد يعمل على اعاقه عمل الدوله سواء كانت على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى الاداري. علينا ندرك جيدا بان تنظيم داعش يستغل اي فجوه اجتماعيه واي فجوه تفقد الثقه ما بين الدوله والمواطن. بالتالي الظروف الموضوعيه التي تتقدم بها الدوله مدى امكانيه استجابه لها سوف تكون هي الحل والمفتاح للخروج من هذه الازمه. ايضا على القوى الاحزاب الكردستانيه ان تنظر بحكمه لان لغه الشارع لا يمكن السيطره عليه. هناك رفض على عربي مطلق ولديهم اسباب موجبه. ايضا هذه البنايه هي وين كانت تابعه فوق المراقبه بنيت على ارض متجاوز عليها وبالتالي للدوله لها السند القانوني ان تعمل على هذه الارض للجيش العراقي. من المؤسس العسكري الاكبر بكثير من كل المؤسسات المدنيه والحزبيه. كركوك مدينه مهمه ومدينه نفطيه وان عمليه فرض القانون يجب ان تكتمل بها. علينا نتفق بان اغلب قرارات حكومه تقليد هي قرارات سياسيه وقرارات تدخليه. بغداد تدرك جيدا بان الحين يسعى الى سيطره هذه المحافظه. بغداد تدرك جيدا بان الحين قاموا برفع علم كردستان وقاموا بالاعتداء وحمل السلاح ضد الجيش العراقي. وبالتالي بقاء الجيش في هذا المقر مع وجود مسانده جماهيريه هذا يستدعي عزيزي في ان الدوله يجب ان تكون حاضره وهذا يزيد ويشيد لامن الدوله. الحكومه الاتحاديه عندما تكون حكومه بالمعنى الحقيقي يجب ان تكون حكومه قويه وبالتالي هي اليوم تحظى بدعم محلي داخل محافظه كركوك على اعتبار ان هناك راي عام وهناك جيش ينتف لها. عندما تبعث الحكومه الاتحاديه نجزم بان القوى الكردستانيه سوف تعمل على توفير املاءات لا تخدم الوضع في كركوك وحتى لا تخدم العراق. طيب ولكن رغم كل هذا استاذ عزام اريد اسال الدكتور سلام الزبيدي. دكتور سلام يعني بعض الاراء الصادره من اربيل تتحدث عن تسليم المقرات والعوده للنشاط السياسي وهذا الموضوع كان ضمن ورقه اتفاق اداره الدوله اللي افضت لتشكيل الحكومه. صحه هذا الامر من وجهه نظرك؟ انا ذكرت قبل قليل استاذ احمد قلت اليوم الحكومه ايضا محرجه. تعرف اليوم طبيعة المعادلة السياسية وتشكيل الحكومة يعني جاء بعد مخاض عسير تحديدا بعد انسحاب الكتلة الصدرية والانشقاقات اللي حصلت. فبالتأكيد كان هناك يعني اتفاقات أو ورقة سياسية نحن في حينها رفضنا حتى نوقع على 10 نقاط مهمة منها بائتلاف النصر. ويعني حتى سألونا في أكثر من مرة قلنا لهم هذه الورقة السياسية راح تحرج الحكومة بالمستقبل على اعتبار أنه كثير من الفقرات منها هو خارج الآليات الدستورية والقانونية. اليوم تظهر على السطح مثل هذه الأزمة. بصراحة أنا أعتقد أنه لا ضير أنه أن تكون هناك إدارة مشتركة للعمليات بالمحافظة ولكن ليس بهذه الصيغة. ليس بأنه أنت تعيد 33 مقر وكأنه يريد الحزب الديمقراطي أو الإقليم يريد يعيد سيطرته على كل مقاليد المحافظة ويهمش الآخرين. وهذا بصراحة كانت بتجارب مريرة يعني تجارب سابقة أثبتت فشل هذا التفكير أو هذا المحور. وبالتالي ما ممكن أن تسمح الحكومة مرة أخرى لعودة الاضطرابات داخل المحافظة. يجب أن يكون القانون هو السائد، الآليات القانونية سائدة ويجب أن يكون مراعاة لطبيعة مدينة كركوك. بصراحة هي عبارة عن مكونات وعدة شرائح ويجب مراعاة التعايش السلمي والعدالة في هذه المحافظة. أما خلاف ذلك أعتقد إذا جرت الأمور حتى لو كانت التصريحات من أربيل بأنه هو استحقاق ومقرات قديمة ويجب أن تعاد وهذه اتفاقات مع الحكومة، يجب أن يكون ضابط إيقاع هذه الاتفاقات هي الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة. ما ممكن أن نعطي الخيار مع جل احترامي للأقليم الخيار للأقليم في التحكم بمصير المحافظة. الدولة عبارة عن مؤسسات، الدولة تختلف عن السلطة. ما ممكن أنه تفرض سلطتك بالقوة على محافظة بها معادلة جدا صعبة من غير الممكن أن تمر إلا من خلال الحكومة الاتحادية المركزية. نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، حدثتنا من الاستوديو ضيفا كريما. وكذلك الشكر الموفور للأستاذ عزام الحمداني المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك ضيوفا كرام في هذا الملف.
شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.